يتملك روحي عذاب أليم. هل أبلغ عنها؟ هل أبلغ عنها؟ إنه فرض وواجب، لكنني لا أريد. يا إلهي، لا أريد، لا أريد لها الأذى، لا أريد لها العذاب. ومع ذلك أراني مضطرا. يا لمأساتي يا إلهي، يا لهذا العذاب. إغناسيو، ما بك؟ أنت مريض؟ لا، لكنني أشكو صداعا. هذا كل شيء. تجلسين؟ لا لا لا، ابقى هنا لا بأس. هل تريدني أن أحضر لك مهدئا أو أي شيء؟ لا لا، شكرا، أشكرك. ماذا يؤلمك؟ ابحثي عن الندم في الذين أخطأوا إليك، وأحبي، سامحي. حيثما تزرعين الحب تحصدين الحب. أنا آسف، الوقت متأخر. آسف، إنما أصبت بصداع واستلقيت وغفوت قليلا، لكنني سأغادر. لا 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 لا، ابق لو أردت. أيضا يمكنك أن تبقى معي الليلة. لا أرجوك، لا لا أريد أن أزعجك كاساندرا، صدقيني. لا، بل أستطيع الاعتناء بك لأنك محموم ومتعب، ويبدو أنك مريض. لا لا لا، لكنني متوتر. سأكون على ما يرام. لا بأس، لا يمكنني أن أخرج. سأشعر بتحسن بعد قليل، صدقيني. لا لا، غرفة الجلوس صغيرة وليس فيها إلا أريكة ضيقة، وهي غير مريحة كالسرير، ولن ترتاح عليها. نعم، إنما لا بأس، اعتدت النوم على الأريكة، صدقيني، تعودت، لا تقلقي علي أبدا. إذن أنا أخرج. لا لا، تقولي هذا، كيف تقولين هذا في وضعك الحالي؟ تحتاجين إلى الرعاية والراحة، وأنا أتحسن بسرعة. سترين كيف أبدو في الصباح، لا داعي للقلق أبدا، لا تخافي علي، سأخلد للنوم. عن إذنك. نوما هنيئا. شكرا. ليلة سعيدة. ولك. Thank you.